بتهاجم ليه؟ انا يعني مش عارف يعني. انا قصه الانتخابات انا ما خد... انا الموضوع جالي مش بشكل مفاجئ. انا نويت الترشح للانتخابات، كلنا في البدايه الحمد لله ولقنا للنادي الاهلي، ولكن انا اؤيد المهندس محمود طاهر، وشايف ان هو اقدر بتكمله المشوار وتكمله سلسله الانجازات اللي هو ابتداها الفتره اللي فاتت. فكان كنت اتمنى ان انا انضم لقائمه المهندس محمود طاهر. اول حاجه الاسباب الشخصيه ان انا على قناعه تامه ان هو راجل يعني ما خدش فرصه كامله انه يقدر يكمل المشوار اللي هو اللي ابتداه، المشوار الانجازات اللي ابتداه وناحيه التطوير في النادي الاهلي. محتاجين ان احنا نديله فرصه تاني يقدر يقدم لنا الـ 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 يعني البرنامج القوي اللي احنا او اجنده العمل. مش عايزين نقول برنامج، احنا في اجنده عمل كلنا تربينا داخل النادي الاهلي وعارفين يعني الحاجات. انت كنت شايف يعني مشوار المهندس محمود طاهر، فهل ده كان اكبر سبب لتوجهك لقائمه المهندس محمود طاهر، ولا تم التواصل معك بشكل لا آخر؟ هو يعني انا في الاول كان يعني انا عايز اخش مجلس اداره النادي الاهلي واخدم النادي اللي هو بيتي اللي انا تربيت فيه، ولكن يعني مع المهندس محمود طاهر. انا المهندس محمود طاهر احنا عارفين ان هو كان من اقرب الشخصيات لكابتن صالح سليم اللي هو يعتبر رمز من رموز النادي الاهلي. وانا يعني بالنسبه لي كابتن صالح سليم ده يعني على المستوى الشخصي ده المثل الاعلى ليا وطبعا لجماهير النادي الاهلي كلهم. فده على الناحيه الشخصيه. الناحيه العمليه انجازات المهندس محمود طاهر في النادي تتحدث عنه، يتخلي اي حد ان هو يتمنى ان هو يخدم داخل النادي الاهلي من خلال المجلس بيقود المهندس محمود طاهر.